ضغوط روسية وعربية تنجح بإبعاد جيش الإسلام عن الوفد المفاوض في جنيف. الحمائم تطرد الصقور من الهيئة العليا وجنيف القادم بعد العيد. الحزب الديمقراطي الكردي يستدعي مقاتلين أكرادا من إيران وتركيا ويمنع عودة الأكراد السوريين الذين تدربوا بإشراف البشمركة في كردستان العراق. قوات سوريا الديمقراطية وميليشيات الحشد الشيعي. أمريكا من الحلف مع الأنظمة الدكتاتورية إلى الحلف مع غرباء الأطوار في الشرق الأوسط. في موسم برامج شهر رمضان، لماذا تحولت برامج المقالب الفنية من الفكاهة إلى الرعب والترهيب؟ ملفات تطرحها ميرنا منذر في آخر الأسبوع تأتيكم في الأوقات التالية على أورينت نيوز.